هذا النقاش انا تيدهالي ما خصناش نعطيو هذه الاهميه اللي عنده دابا. لا تنساو المستقبل ديال الاطفال وما تنخموش في الاطفال، تنخمو بالاسف كاين بعض الاحزاب عندهم واحد التوجه ايديولوجي فقط، وهذا التوجه ايديولوجي هذا غلط كبير. لانه شنو بغينا؟ واش بغينا هاد الاطفال ينجحوا ويمشوا للمدرسه ومن بعد المدرسه يجبروا مناسب الشغل، ولا مشاو للخارج يقدروا يتكلموا بواحد اللغه خارجيه هي واحد اجنبيه كالانجليزيه او الفرنسيه او السبلونيه او الالمانيه؟ ولكن الان في المغرب عندنا الفرنسيه اللي عندها واحد الاهميه كبيره، ولكن انا اتمنى قريبا الانجليزيه تبدا تطلع ودا الناس يدرسوا بها، لانه الانجليزيه عندها مستقبل احسن، والكتب ديال المواد العلميه تتجبر اكثر في الكتب اللي مكتوبه بالانجليزيه. انا مع تدريس المواد العلميه باللغات الاجنبيه، وهذا هو المستقبل ديال البلاد والمستقبل كثير من البلدان. هولندا عاد بدلت هذه واحد الشهور، بدلت دارت لا بدل زمت باش الشعب ديالها والمدرسة ديالها باش بدأ تدرس باللغة الإنجليزية، وتا واحد ما قال لا حتى في البرلمان ما وقعش داك التصاعد اللي عندنا هنا في المغرب. بالأسف هنا في المغرب الناس تيشوفوا فقط واحد توجه لإيديولوجي عندهم في العقلية، ما تيشوفوش المستقبل ديال الأطفال، تيشوفوا المستقبل ديالهم هما كحزب في الانتخابات. ولا بقينا تنشوفوها كماشي نساو المستقبل ديال الأطفال ونساو واش بغينا هاد الأطفال ينجحوا في المدرسة. حزب العدالة والتنمية كان ماشي صوت لولا دخل بالكيران ودخل وبحال اللي لزمهم قال لهم انا تنطلب منكم ما تصوتوش، وقال لهم لا صوتيو هذا غلط كبير، وعطاهم هذا معاهم بحال بالفرنساوي تيقولوا بحال اللي دخل لهم شي حاجه في العقل ديالهم، مشوش عليهم في العقل ديالهم واللي زا كولبابيليزي، بغاو باش ما يمشوش يصوتوا على هذا الشيء. وعلاش هذا غلط كبير؟ لانه ما عندوش الحق، انسان جالس في دارو ما بقاش رئيس الحكومة، خصو يدخل في شغاله هو ويدخل في راسه، ما يبقاش يدخل في هاد المشاكل هذه ديال مستقبل البلاد، لأنه هذا غلط كبير وماشي خلق البلبلة بهذا التدخل ديالو. وهذا الشيء اللي وقع دابا في البرلمان لا تيظهرلي ماشي يدوز قريبا، البرلمان ماشي يصوت بالأكثرية، لأنه كان بغاو يصوتوا بالأغلبية كانهم دازوا، إلا ما بغاوش بغاو واحد التوافق للجميع باش يدوزوا، ولا ما كانش هاد التوافق أنا تيظهرلي يمكن يصوتوا بالأغلبية. الندوة ديال اليوم أي لغة لتدريس العلوم جات في إطار ديال النقاش المفتوح حاليا في البرلمان واللي داير بوليميك بين جميع النخب السياسية اللي كتحاول تجاوب على واحد الإشكالية اللي من ديما وكيعانوا منها التلميذ فاش كيولي طالب، أنه قرا حياته كامل العلوم رياضيات الفيزيك الماط باللغة العربية، ومن بعد كينتقل أنه كيولي كيقراهم في الجامعة باللغة الفرنسية. وحاليا قانون الإطار طرق لهاد القضية هذه بالذات، وشنا في البرلمان زعما الحمد خطرة كيتأجل التصويت عليه وهاد الحوايج هذا كاملين. فبالتالي الندوة ديال اليوم جات في إطار أنها تعمق النقاش ويكون واحد النقاش بين مختلف الناس اللي كيدافعوا على تدريس العلوم باللغة العربية، الناس اللي كيدافعوا على تدريس العلوم باللغة الفرنسية، وبين الناس اللي كيحاولوا يعطيو غير واحد الحل توافقي باش يتحل هذا المشكل هذا، ونعرفوا شنو ممكن نديروا من القدام باش يقدر يتحيد المشكل هذا.